دونك ان شاء الله نبداو بكاب كيك. يلا تفضلي. الوغ بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ان شاء الله الجوج البيضات، 200 غرام ديال السكر سنيده، 110 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 200 غرام ديال الدقيق، خميره واحده ديال الحلوه، جوج معالق صغار فانيلا سائله، ولا ما كانش متوفره نديرو غير كيس كارفاني واحد. أيه. غنحتاجو كذلك 12 سنتيليتر ديال الحليب سائل، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. دونك هاد المقادير كيعطيونا تقريبا ما بين 12 الى 15 كاب كيك. هي القطعة ديال الكاب كيك. واخا الطريقه، في اناء كنخدموا الزبده والسكر سنيده بالدراب الكهربائي مزيان، كنزيدوا البيضه الاولى ونضربوا حتى تنسجم مع الزبده والسكر، وعاد نزيدوا البيضه الثانيه وحتى هي نضربوا، ومن بعد نزيدوا الفانيلا السائله ولا الكيس ديال السكر الفاني. كناخذوا الدقيق كنغربلوه ونخلطوه مع الخميره ديال الحلوه، ونزيدوهم على الخليط مع التضرب دائما بالدراب الكهربائي، وفي الاخير عاد كنزيدوا الحليب السائل. دونك كناخذوا عاوتاني جوج معالق ديال الكاكاو الكبار، كنديرهم شي زلافه صغيره ونزيدوا عليهم شويه ديال الماء، ونخلطوهم بالمعلقه حتى تولي عندنا اون بات دو كاكاو، تولي بحال الكريمه. فوالا كيسهل علينا اننا نضيفوها الخليط ديال الكاب كيك بلا ما نوسخوا الكوزينه. واخا فعلا اييه. فوالا وكينسجم رابيدمون. دونك غناخدو غير النص ديال الخليط ديال الكاب كيك هو اللي غادي نسموه بالكاكاو، والنص الاخر نخليوه بيض بالفاني. واخا دونك ملي غادي نخلطوا، ملي غادي نوجدوا الخليطين بجوج، غنديروهم يا اما في اون بوش عدوي باش يسهل علينا نعمروا لي كيس ديال الحلواني. واخا فوالا، اولا نديروهم غير في ساشي ديال بلاستيك ديال الكونجيلاتور، نقطعوه من التحت ونبداو نعمروا لي كيسات ديال البابي حتى لثلاثه الارباع ديال الحجم ديال كل كيسات. ما كنعمروهمش يعني حتى للفوق. واخا لا، كنخليو هكا واحد الربع ديال الحجم خاوي باش كطلع لينا الكاب كيك، وكندخلوهم للفران على درجه الحراره 180 درجه، كيكون ديجا مسخن من قبل، ما بين تقريبا 17 الى 20 دقيقه ماكسيموم. دونك ملي كنخرجوهم كنحطوهم فوق اون غري باش كيبردوا. وبالنسبه لاكريم او بور، هذه واحد لاكريم او بور زوينه، يعني ما كيكونش فيها مذاق الزبده، الي ا باز دو مورانغ ايطاليان. دونك نعطيكم المقادير، كنحتاجو 50 غرام ديال البيض، البيض يعني غادي نعبروه في الميزان من الاحسن، 50 غرام ديال الماء، و 120 غرام ديال السنيده، و 180 غرام ديال الزبده من النوع الجيد بحراره المطبخ، يعني الزبده اللي كتكون فيه مكتوبه فيها 82% ديال المواد الدسمه. هكاك واخا. فوالا هاد الزبده كنشدوها كنقطعوها لمكعبات صغيره، ونحتفظوا بها في المطبخ باش كتولي رطبه. واخا. الوغ بالنسبه للطريقه، في الاول كنضربوا البيض ديال البيض، داك 50 غرام ديال البيض ديال البيض بوحديتها، كتخليوها يعني من الاحسن يكون عندنا مثلا داك الدراب الكهربائي اللي بالسيبور، هذا كيسهل زعما الماموريه فعلا. شنو غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا، صافي حيت او ميم طون خصنا نبريباريو السيرو، او ميم طون نبداو نضربوا البيض. دونك بالنسبه للسيرو كنديروا 120 غرام ديال السكر سنيده مع 50 غرام ديال الماء في كاسرونه، ونحطوها على العافيه تغلي. الوغ ملي كيبداو يبانوا لنا فقاعات كبار، بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش تيرمومتر، حيت خصنا السيرو يكون لدرجه حراره 118 درجه، بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش تيرمومتر ماشي مشكل، يعني كاين واحد الطريقه سهله، ياخذوا غير زلافه ديال الماء بارد، يعني بارد من الثلاجه، ومن يبدا السيرو يغلى ويبانوا فقاعات كبارين، يبداو يهزوا براس المعلقه صغيره شويه من هذاك السيرو، ويحطوها في زلافه ديال الماء بارد، يعني وياخذوا بصبعهم بالسبابه والابهام داك الكويره ديال السكر، ويشوفوا الا بدات كتكور ليهم ما بين صبعانهم، فذادير ان السيرو راه وصل لنا لدرجه الحراره تقريبا 120، يعني الا تجمعات على شكل كويره، الا تجمعات كور لينا، ولا ما تجمعاتش نبقاو نسيو، نبقاو نعاودوا نفس الطريقه، يعني السيرو تيغلي وحنا كنسيو عاوتاني نفس الطريقه. واخا هي هذه طريقه سهله، السيدات اللي ما عندهمش تيرمومتر يعني يقدروا يوجدوا هاد لاكخيم بدون مشكل. واخا دونك ملي كيوجدنا السيرو كنكبوه مباشرة على داك البيض ديال البيض، ونستمروا بالتحريك بالدراب الكهربائي دايما.
دونك نبقاو نضربوا حتى تبرد لينا داك لا مورانغ كتولي بريونس ملي كنكبوا عليها السيرو. السيرو واخا دونك حتى الدفا نمسوا يعني الجانب ديال البول ديالنا وحتى يدفى مزيان، عاد نبداو نزيدوا المكعبات ديال الزبده. كنبقاو نزيدوا بشويه بشويه ومع التضرب دائما، يعني تقريبا حتى المكعبين الاخيرين عاد كتجمد لينا يعني كتعقد لينا داك لا كريم اوبر كتوجد. دونك كنفيلميوها وكنحطوها في الثلاجه واحد شويه على ما تشد راسها مزيان، ومي كيبردوا لي كاب كيك كناخذوا داك لا كريم اوبر كنقسموها على ثلاثه ديال الاجزاء مثلا، وكل جزء نديروا ليه نكهه ولون. يعني بالنسبه للوليدات الصغار كيجيو مزوينين هذاك اللاكشيك من هنا، في هما غير في الشوفه يعني كيشهيو، فما بالك الوليدات اللي يعني كيبقاو مبهورين بهذوك اللوينات هكا ديال الالوان ولا ديال الاشكال. اكزاكتومون، دابا تبارك الله راه كاين يعني الوان كثيره موجودين، والنكهات زعما باثمنه مناسبه عند بائعي مواد الحلويات. واخا دونك نزوقوا بهم ان شاء الله بان بوشادوي، ونزوقوا بهم لي كاب كيك، وهذا نرشوا فوق منهم شويه ديال يا اما فيرميسال شوكولا ولا فيرميسال ملون ولا داك الشوكولا دابا لي ديكور اون سوكر موجودين. على شكل قليبات، على شكل اشكال كثيره. هي كاين حتى على شكل زعما لي ديساني مي هما موجودين فعلا لي ديكور اون سوكر. و الا بغينا كاع نعطيو مثلا دي فوليوم للكاب كيك، ناخذوا الشكلاط اسود ندوبوه وفوق باكي سلفيريزي، غادي نديرو بون بوشا دوي ولا غير بساشي تاع بلاستيك متقبغ شي شويه، نديرو خطوط يعني خطوط من اليمين لليسار وفي شكل يعني في اتجاهين متعامدين، ونخليوه حتى يجمد، وملي كيجمد كناخذ داك الاشكال وكنتكم في لا كريم اوبور كيعطي واحد المنظر زوين للكاب كيك، سا دون دو لا هوتور كيجي زوين. يعني نصيبو شكيلات هكا بالشوكولاط ونخليهم حتى يقبطوا راسهم، ونديروهم الفوق الكريمه الزبده هكا من الفوق. اكزاكتومون، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك امينه. مشكوره على اول اقتراح من عندك، يعني كاب كيك بالكريمه ديال الزبده، وكيف ما قلتي لنا يعني كتبقى هذيك الزبده اللي كتخدمي بها هي اللي ما كيبقاش فيها يعني كيغلبش على هذاك المذاق ديال يعني الكريمه الزبده اللي حنا كنتفاداوها على قبل، هذيك يعني كتجي صعيبه بالنسبه لي يعني المذاق ديالها. ولكن بهذه الطريقه كيف ما عطيتينا، وحتى بالنسبه للترمومتر اللي ما عندهمش فرصه انهم يعرفوا بهذيك يعني بمجرد ما كيسيروا تيعطي دوك الفقاعات يعني كثار، صافي نبداو نديروا في المباري باش نشوفوا شكل على شكل كويره. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك.